الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن من دلائل قدرة الله وعظائم آياته الدالة على قوته واستحقاقه للعبودية أن خلق السماوات ورفعها بغير عمد، وجعل لها أبوابا لا تفتح إلا بإذنه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لعباده أبواب السماء لتنزل عليهم الرحمات ولتسعد لهم الأعمال الصالحة، وليستجيب الله دعاءهم ويقضي حاجاتهم في أوقات معلومة معينة واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أحوال مذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسية على مديسة تسين يا وديسة يا ربي سبحانه وتعالى حوقيسة وحكم إذا أبورك إلهي وأبو ريس موين كات الضبادة أكل سرية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله وحاو يري أبورك السموين كي يردو للكا سويدار الشده بينك أي مال انت على مدو حلقو قاتو وانوا ضدك عقلي قال أيا كترت. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إلهي وحوري سقو آيات دوميس حصوصين آية إن وحكو قاتان وشيق آية مياني إيقين سمدك الرئيس سيدان ودسن مياني وفيرسن سيدان وقرح قرحن مياني أركهي مياني أركهي ناني دل دلاء يدلال تون اللهي أي تاي سمدا إلهي سبحانه وتعالى وسمي. إلهي سبحانه وتعالى سموين كاسوحو كدية كولة الباب الدبا والباب الله تابا كراء. إلهي سبحانه وتعالى الباب داسي وحاو كيالا كوان لفرين إلا بإذن منه إلهي وقل آدم يعني تا واحد دليلنا تسيين وقفل يا عباد الله حديث كديرك ورماية الإسراء والمعراج ورسولك عليه الصلاة والسلام شيغي يدو ملك جبريل الله الصعدة إنو دلبي إن لا فراه سمدنا الدنيا دو سوحكت استفتح سماء الدنيا فقيل له من؟ فقال جبريل. فقيل له هل معك أحد؟ قال محمد. قالوا أرسل إليه؟ قال نعم. وحي رادي يا قراعي الباب كالصمدة وحي رواه جبريل يا كل الصعدة محمد باي الصعدة يا الله فصحي محمدين وسموين كالصوق قالوا إلهي وفصحي ملائكتك لا ويدين إسا وحكو جواب جبريل ها أرنتاسي إيادوا على مدى يتهيقف كمسلم كأنه وحكو قاتو سموين كانوا كفكره يا سيدي وتسينيان أود إلى أي كلمة مديسة وحتى الرعد إلى الرحمة ديسة كمدة إن إلهي سبحانه وتعالى الباب بدأ صمدان وكردقين كوامر والبحران. إلهي سبحانه وتعالى وقت يقار وأدوميس ونكسن وفراء وقت يضاء أحواش أقارك وإلهي الرحمة ديسة ويقصوا الدكتور عمل كود ونكسنين وقلوا دعا دونا صمدا أي قادو وإلهي سبحانه وتعالى وكاقبله. هناك أوقات وأحوال وأعمال بها تفتح أبواب السماء، ينبغي على كل عبد مسلم أن يغتنمها وينتهزها ويستفيد منها. واحد شرى وقتي حال ذقارة والباب بدأ الصمد إلهي سبحانه وتعالى أفره وإلا قدبون تايقف كسطو مسلمين إنه كفى إذا استو كغني ما استو أو كبيغا وقت يدا توبة إلهي وتوبة كينيو
يا عمل صالح الصمد وقالوا إلهي سبحانه وتعالى وقاره يا دعاء دابو قلبي سكسو قدو شروط دما استرطي وإلهي سبحانه وتعالى وكاقبله وحاكم إذا وقتي هذا وقتي قو النبي عليه الصلاة والسلام كشاقي حديثك ورياء الإمام الحاكم في مستدركه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء مركم وادين كوى ادامي ادان كو كفته الله اكبر مركاي بلا بنتو الباب ذا الصمد يا لفرا وحو نبي قالوا انت كدر وقتي قاسين وياي وقتي قودخيا ادان كي اقامده وقتي ادومها دعاده لا اقبله ووقتي مودن قفك مسلم كاين ان موغنان انه الهي سيغاره وحسوسته انه عملك صالحا وقتي كدداله دعادة إنو لا يكتو باهيه سنة إلهي سبحانه وتعالى إنو بندقه وحاكم إذا وقت يضا لفورا الباب ذا الصمد في جوف الليل هبين كبحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي إذا انتصف الليل فتحت أبواب السماء فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له هبينكم اركوا كلبرمو الباب بدا الصمد لفر ابو النبي عليه الصلاه والسلام من دواقا يا دواقا ملائكه الهي كميدا حديث كان واكد ويا حديث كي كلا نزول كي سو دغست الهي كورماي كاس واغار كا دواقا الهي وامرين دواقا وحو يراهدا ور الباب بدا الصمد فرنا يا الهي بريايا ودعا لغا اجيبا وريا الهي وحويدي سنيو الهي وصيا وريا الهي توبت كان يدم بداف ويدي سنيا والهي سبحانه وتعالى ودم بدافا ادوما قاركود وقتي قاليغا وخا لغا معسيين اي كجيران اما اني هرد كجيران مباح با او فرصه قاليغ سداس اي كدافتو ووقتي لا غدبن قفكه مسلم كاي إنه فرصة قال يا كفايد استو إلهي وبري ربي وطوبت كيرو إلهي نويدي استدن بيدي وكدافه مناها وقتي لغو ضيعوه ورد قرى أما لغو ضيعوه عيار يسو تشير لغو سو تشير دوحا معنى لهي أما بس لغو اللمية معسيه يوحي إلهي سبحانه وتعالى كعري سيناية وحاكم إذا وقتي هذا اللفورة الباب هذا الصمدة وقت قول حي الله بدا الصلاة وحان الله فريا أدومها إلهي فرل انتي تكدين فرل كلانا كسوغا ايا هل كياي كتكدين يقول لقي سنة ايا عشر دينية وعدي أم محاضرة قرار يقو آخرين ايا إلهي يقو حصيا وقيران يدو نيدو دو ايتاين اي فرل فرل كسوغا اي نقضان مرابطين كوى صلاة دا قار كيدا هيا أنس بن مالك رضي الله عنه وحيري نبي قال عليه الصلاة والسلام صلاة مغربنا تكيي ضد كلا بيو قيب سمين كو مساجد كوهاري يكو مساجد كبحي نبي قال عليه الصلاة والسلام وآدو دك دكسا وإلا كلب كيس فيدي بانو يمي فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا فإن ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بهم بكم الملائكة يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى ربي قينوا حفري الباب كم إذا الباب بدأ الصمد وحان ربي سبحانه وتعالى وناقين يقيمه نوشيق يا ملائكة قيمها بضا وحولي كواسي مساجد كفرية فرلت كذي فرل كالسوغة يواضو مايك فرل بيت كذين هل كي بي كيك لنا كسوغة يعني وفرصة هذه أدقالي وأقارها المغربية عشاء انت ورحيسة تطفر ربنا وقت قاسوح كقلو ما معنى الآن مساجد كان وحي كبحان يضو لقيا بحتى إني سي فرلياني يقون آخرين أذكارتي يدعوين كي صلاة مغرب كدن بيه يقول أنتو كان صنيه صلاة المغرب كدن بيه قفك مسلم كاي نفتي سوائن ولا جهاده أو كصبر سيئو
إن مساجدك وفضية عبادنا عبادة وكسبه وقت كسطاء فراقه وهلنا ووقت فرلانا إن عباده إن كسرنا إن كد داله وحكم إذا حال ده الجار كأس ماذا لفورة مركو أدون كيراده سبحان الله والحمد لله مركو أدون كر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة عبد الله بن عمر وحيره نبي عليه الصلاة والسلام أيان لا تشوقني نبي عليه الصلاة والسلام وحو مغلي نيره الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة صحابة رسول الله لو حكيري أيكم القائل كذا وكذا كي نبا يري هذا الكسيدة يا سداسة ذكر يا كيب آخري فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله من صحابة كم دبا وحدا أنا رسولك إلهي وذكر يا آخري الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت منها فتحت لها أبواب السماء كلمات كاتري آدي آدبان ورد عيون غياب قيمة إلى اكتساء كليه وحلافر كلمات كالباب دي الصمد إلهي سبحانه وتعالى معنى ذو حوية سيد أخصاب وأدون كوغا أقبل يا عمل كيساس إلهي وقاريا من نقول يمد مردود وأدون كوغا عليا دار وأدون كوسامين وحسبب عمل كائلا أقبل وائل حديث كان إمام مسلم أي صحيح سكوري وحكم إذا وقت يضا قال يا لفراء الباب بدا الصمد مركا يقول راحد الصمد برتن كذا حقا ودعا وقا إيلته صلاة الظهرنا ولي أن الله أدامن قبل صلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا زالت الشمس قبل الظهر أربعة ويقول هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام مركا وقت الظهر كوصق له وحاوت كان ترى أفرق عدو وحان رسول كورن ترى ساعدني وساعد قالية الباب بدا الصمد أي الله فراء وحان تعالها وقت قال الباب بدا الصمد أي فرينين أن كفا إذا يستو وأن الله ما دا عمل صالح وصمد أي قال إلهي إقاره إلهي سبحانه وتعالى وإقاقبله وفرصة ديار قالي ورسول كان محمد باينو الشيغي وحينو الشيغين أنه كفا إذا يستنو فرصة دا قالي إلهي أدوميس ونكسن وسيي وقت يلا ونوشيغي نبي قاني محمد عليه الصلاة والسلام الباب بدا الصمد إلا فروه ووقت يأدياد قالي وأيتها يقف كمسلم كقربدي أي عيسطو أي رباطو كحنوصنية كفقرية باي كعبناية كخلاف أي رباط عدك لنحت الله أي ربايسو عليسي كوهيسو كأولاد ديسي سيدي وكربي وناك سنيد كواي قف كستو مسلمو لباطة ايهيستي عليسي كربد وفرصة ايتاين كفايدة استدعا دي سنو لا يكتر اللهم سبحانه وتعالى وحلو قررتين ايه دعا دا سنو كاقبلو وقتي دا صمد الله فروحا كمي دا وقتي قاو دعا استو قف كالظلما وحر نبي قال محمد عليه الصلاة والسلام سيد ورية الترمذي عن أبي هريرة ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام ويفتح لها الأبواب ويقول الرب سبحانه لأنصرنك ولو بعد حين قفك الظلما إلهي مركوب برية سبحانه وتعالى الله ويدست إلهي الظلم قائنه كالدلقاضه كالظالم كالظلمية إلهي نوقه إليه بريدي سا كربا لو قاداي ضروره هي دول مرتا ضروره لغا سريسيا لا دول مريا بريدي ساس الباب دا سمدا لا فورا الى اين سبحانه وتعالى وكجوابا وحو يراها قفكا دولمان وان كو هيلين دورا وعيدا كو دولميده وان كاغا هيلين دونا وقتي دبدي بارنتاسي هدعده
وحديث كانوا تلماما يا ضدك مسلمين تأير الظلم قسك إلى ليان نعيد السكة للدوان ويقفك يا الظلم إذا يضوك وأبارو إلهي هبارك سوا أقبلي وكان النبي قال محمد مركو لدردار مي صحابي معاذ بن جبل أي من ودري واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قفك للظلم يسك إلى علي هباركيس الله سبحانه وتعالى خالق أود له يا هباركيس وحجابه ودحيا مجره أنا إلهي سبحانه وتعالى هبارك وكو هبار وأقبل يا وانك ودع يا هباركاس إلهي سبحانه وتعالى وأدع ذا قفك الظالم كاين وسيتداريه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي سبحانه وتعالى قفك الظالم كوادع دائم سيتدهريه وأي إذا لفت إذا عقابه ودن بأيون بأوسي كرده يصاب نقضة عرض إلهي إنه يبيرته عذابك إلهي إنه كويناده ما لنت إلهي سبحانه وتعالى أقبتسه إلهي كما مرحسن كره وربي سبحانه وتعالى كما بحسن كره ويوادون ضعيفة مركو عربة إلهي مقبا كريوين إلهي سبحانه وتعالى وأوسي تديري وحكى له حديث كالك قادنا يا قفك للدلمي إنه يؤبنا أنتهي إنه هبار قفك الدلمي يضوى إقرب تالله دير رجال شريعة ودير رجال سي عفس إنه سمي وقفك عفيه وهبارك وكدا أيو أنه كرار قصا تاوحا وكهل كهل أيو يوم القيامة كإلهي الله ارتقو أيها كوين وحا وكهل يا هبارك وهباره قفك الدلمي وحكم إذا حال ذا لفراء الباب ذا الصمد إذا قال العبد لا إله إلا الله خالصا من قلبي أدوانكو مركوكو قولوكو دواق كلمة التوحيد أو إذا هذا لا إله إلا الله يضو قلبي جيسا أي كدبتها يو النفاق أنا كاين يستسلمه دم بيدو وين أو كدير هذا الباب هذا صمد الله فريا ولا إله إلا الله كقول كذا أي عبادة أي الدعاء بري إله وبري عبادة أي بري هذا نسيت أخصاب أدون كالوغا أقبلي وحر نبي قال محمد عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء ما اجتنب الكبائر أدون كستو إلى هذا لا إله إلا الله أدون كستو لا إله إلا الله رميسا وقلبي قيس عقيدة يقين أنا وقشرته الباب هذا صمد الله فورا لا إله إلا الله ذا وكل واقعي شرد اللباب نار انت سوى الله ذا وحال الباب هذا صمد الله فورا لا إله إلا الله ذا دونك وكل واقعي dambiyada waaweyn adoonku inuu ka dheer markuu ka dheeraado hadii dambiyada waaweyn uu ka dheeran waayo isagoo la ilaaha illa allah ku digriyaayo ku celcelinaya ayaa waxa dhacaysa dambiyada waaweyn albaabada samadeeyne ka soo oodaan oo ay ka xiraan waxa kamida waqtiyada la furo albaabada samada ay tahay qofka muslimka ay si gaar ah inuu uga faa'iideysto يوم الخميس والجمعة يوم الخميس والاثنين مالك خميس دي مالك اثنين لبدا مال موت الباب بدا الصمد الله فراب النبي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب السماء يوم الخميس والاثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا مالك اثنين دي مالك خميس دي وحال فراء الباب بدا الصمد إلهينا سبحانه وتعالى وحودا بدافع دون كستو أهل التوحيد وشرك عن صمين إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقول رب دعوا هذين حتى يصطلحا وحكم إذا دومها إلى أهل التوحيد كوان سنين تي خميس تالود بدافع صابتنا وحوية يجا يولا له ذا مسلمين تا أي واحد حيس عداوة نعيب شيئا قلبي حمان تاسون دين إيه إلهي درد يا أنا هاي واحد ككعدة أي تاي دفع الدنيا لبدا إلهي وحيد على لبدا وكادية وحياة جلني الله جم الصحيح لسيدي سياه وقرناه
إلا قور ما لو كادنا يا حتى يصطلحا إلا يهشين يعني. حديث كان وحو تلمامي يلا بدا مال موت فضل قودة أعماش الصالح وناكسن يا دومو أي سمايان لبدا مال موت إن سيقار الله كرياله وإلهي سبحانه وتعالى أي قادو والباب هذا صمد الله فره إن دم بداف إلهي وصمي يلا بدا مال موت وإلهي ودم بداف أدومه إلهي موحدين تا إلهي كليية الشركة كفو قادي وحكا قادون دم بدافك إلهي أدومها مسلمين تا مؤمنين تا هدنا نعيب شيء يعرو إيه إسخلاف كوكلا مقان إيه دوارين تاسيامد خلاف أدويو ككعدي وأنا هاي مد إلهي الدرادية وإيمانك كم دي عبادات كإلهي سبحانه وتعالى لو قدواده والله ما الموضوع إيتايا دون كمسلم كايسي قارين وحسوسنا له والباب بدأ السمدوين الفريين وقاده وعمل صالحة ودارادو سمعيه النبي قال عليه الصلاة والسلام أسبابته وسومي تشربتها سكم إذا سنين تي خميس والدعاء ذو فرب ذي بريدة إلى سبحانه وتعالى وبريه أنت أرتدنا قلب جيسا وكسف هي شرك جن عريس كل الدوان كوين الدين تلقى قب حي كير كم إذا كبائر تي الدم بيده وأوي ضد كمسلمين تأي وحود حياة خلاف الدنيا ككعي وحود حياة سياسة خلاف قبيالات ككعي مد بلور لسكوايس تككعي مد موران يس من داف كلو دحمريون ككعي خلاف كان اينو اسكا سو غبغبيو او مسلمين تو اي نوقدان كويس لاب لاب حاره الى بين ويدي سننا سبحانه وتعالى انو ان غرانسي فرصدا قالقا الى سبحانه وتعالى دومي سو يالي كو كفايدست الى انو نغا ديغو عمل كو ناكسنا اي سمييان لا اقبلو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.